بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله اليوم عدنا لكم والعود عود أحمد بموضوع جميل إن شاء الله الموضوع يتناول أحد الجوانب في الـ MRI safety ولكن شوية خاص في الـ implants. في شيء آه في بعض الإمبلانتس في الـ MRI لما نجي نصورهم أو لما نجي نبغى نصور مريض وعنده إمبلانت نلقى أن هذا الإمبلانت يقول لك أنه هو (conditional) ما هو safe ولا هو (unsafe) ولكن (conditional) فلما تفتح الكونديشنز راح تقرأ مثلاً إنه هو (safe) to be scanned at 1.5 تسلا or, or more راح تقرأ أن لا يمكنك تعريض هذا الإمبلانت إلى مثلاً رادي فريكونسي لمدة تتجاوز عن 20 دقيقة متواصلة مثلا وراح تلقى شيء يتخل... يتعلق بحاجة اسمها maximum spatial gradients وهذا موضوع حديثنا لهذا اليوم فراح نتعرف ايش هو ال spatial gradients كيف نحسن التعامل معهم وكيف نقرر ان هذا ال implant safe or unsafe to be scanned هم طبعا المانيفكشر حيقول لك كونديشنال وبعدين حيرموا عليك المسؤوليه انت تقرر هل بيز على الكونديشنز هل هذه ال هل هذه الشروط متوفره وعليه يقرر ان هذا التصوير سيف او لا تمام فلنتوكل على الله آه. بسم الله يب. آه. طبعا in general عندنا number of MRI safety issues تمام أغلبها أو الشائع فيها مثلا attraction force اللي هي جان... جاية من المين magnetic field اللي هي قوة السحب تسحب بعض واحد خط تحت بعض الأجزاء أو الأوبجيكتس المعدنية مثلا لو تجيب قطعة من الحديد تكون ferromagnetic حتنسحب بس لما تجيب قطعة من الألمنيوم هي ما هي ferromagnetic مش حر... ما راح تنسحب تمام في عندنا كمان الهيتنج اللي جاي من الار اف ار بي 1 عندنا الهيرنج امبيرمنت اللي هي جاي من النوز اللي عاده يحدثه الجريدينتس السبيشال انكودينج جريدينتس او الـ Time Varying جريدينتس تمام هذه الاشياء اللي الناس ملتفت لها عاده عندنا اشياء اخرى كثيره مثل الكلاستروفوبيا الخوف من الاماكن الضيقه أو واحد يحصل له مثلا مريض يحصل له رياكشن من كونتراست ايجنت من الغادين بيز كونتراست ايجنتس أو عندنا ميديكال ايمرجنسيز واحد سدنلي يوقف قلبه مثلا في الجهاز أو الكوينش اللي هو انبعاث الغازات المستخدمة في تبريد السيستم أو إن إذا كنا نعمل سيديشن أو بروسيجر جي أي أو أي شيء فالاميرجينسيز والسيفتي كل يوم نشوفها تمام ولكن احببت ان اركز على موضوع الامبلانتس imaging لما شخص عنده امبلانت مثلا عنده فالف في القلب او عنده مضخه معينه في البطن او عنده مثلا بليت في الانكل فكيف آ, نصور هذول الناس؟ كيف نحكم ان تصوير هذا الامبلانت safe or unsafe؟ تمام؟ طبعا هو it's an ocean. المكان يعني ال المنطقة هذه كبيرة لأن كل إمبلانت له كونديشنز له شروط معينة فلذلك إحنا اليوم نحاول نتعلم كيف نقرأ هذه الشروط ونطبقها على مريضنا وعلى جهازنا لأن كل جهاز عنده قوة مختلفة وعنده ظروف مختلفة تمام ففي شيء اسمه من الشروط لما تشوف MR كونديشنال implant حتلقى واحد من الـ items conditions يقول لك this device should not or must not be exposed to spatial gradient اكبر من ويعطيه قيمه معينه فاحنا نبغى هذه نحللها شوي بهدوء اليوم نتعلم كيف نحسن التصرف مع هذا الفاكتور اللي عندنا في يدنا تمام اللي بالاحمر هنا عباره عن دي بي على دي تي دي اللي هي دلتا التغير في المين ماجنتيك فيلد على التغير في الديستنس المسافه حنعرض لكم الان سبيشال ماب خفيفه سوري قبل ما اعرض هناك عادة نحن نتكلم عن الكونديشنال uh, implants لما يقول لك سيف خلاص there is no way ما يحتاج تتعب حالك فلا تخاطر إذا هو سيف تمام شكرا جزيلا أعطيت الإجابة فحين هذه المنطقة الرمادية إذا صح التعبير دائما نشكل فيها أنه oh, او this device is conditional السؤال ماذا نعمل؟ ماذا يجب أن نتحراه؟ إيش نحتاج أن ننتبه له؟ تمام؟ ف يعني انا تكلمت عن سبيشال gradients سبيشال جريدينت وات ايش هو السبيشال جريدينت هو بسهوله بسيطه تغير قوه المغناطيس كلما اقتربنا لجهاز رنين مغناطيسي او ابتعدنا عنه اكيد على عن سامعين بال فيلد اللي هم قوه المجال المغناطيسي المحيطه بال, بال... بالام ار اي سكانر تمام احنا ما نشوفها بالعين ولكن المانيفاكتشر المصنع لما ركب هذا الجهاز في اليوم الاول ركبه ويعرف يسوي لنا ماب حوريكم بعد لحظات ماب تورينا آه فين ما هي قوه المغناطيس بالنسبه للديستنس بمعنى انا انا جيت دخلت فتحت باب الرنين المغناطيسي دخلت اخذت خطوه واحده انا الان جالس اعرض جسمي الى مثلا 1.2 تسلا مثلا اتقدم حبتين انا جالس عم اعرض جسمي ل 1.3 اتقدم خطوتين اعرض جسمي ل 1.5 مثلا كلما اقتربت مثلا للجهاز زادت قوه المجال المغناطيسي الذي تعرض نفسك اليه تمام فلو جبنا هذه الماب هذه اسمها سبيشال جريدنت ماب قبل ما ابدا قبل ما استرسل في الحديث هذه الماب موجودة من مع كل جهاز رنين مغناطيسي كل جهاز تختلف الماب حقه كل شركة تقدمها بطريقة مختلفة مثلا هذه البريزما 3 تسلا بريزما من سيمنز تمام ااا آآ فالواجب علينا كلنا ان نطلعها تلقاها في المانوال لو ما لقيتها اتكلم مع الابلكيشن سبيشالز او المهندس يجيبها لك سواء تستخدم جي اي فيليبس سيمنز توشيبا وريفا يو شود هاف ا ماب تمام النقطه اللي ابغى اركز عليها ان المابس مختلفه باختلاف الاجهزه بمعنى لو كنت في مستشفى واحد وعندك جهازين مختلفين حتى لو كان 3 تسلا 3 تسلا ممكن المابس حقهم تختلف تمام فكل جهاز له سبيسيفيك سبيشال جريد ماب تمام هذه النقطه لازم تكون واضحه عندنا فلا ناخذ كوبي اند بيست هذا النقطه الاولى الشيء الثاني ماذا نرى في هذا الماب ما ايش هذه الماب جالسه تورينا زي ما قلت لكم هذه الصوره باي احنا قاطعين الجهاز الرنين المغناطيسي بشكل طولي بمعنى زي الكورونا الفيو عشان التبسيط اعتقد اني اضفت لكم هنا واتر ميلون بطيخ جح حب حب ايش فلو هذا الجهاز الرنين المغناطيسي وهذا البور هذه الفتحه اللي ندخل فيها عاده المريض هنا انا جيت وشطرت الماجنت الى نصفين هذا لما اشطره وبعدين اجي انظر للماجنت من الجنب يعني كورونا فيو من الجنب تشوف صوره بهذه الطريقه الحين احنا جالسين نج... نطلع في ال... في الجهاز الرنين من الجانب تمام ايش نشوف نشوف الطاوله حق المريض البيشن ستيبل ونشوف المغنيسك هذا الجانتري حقه والبودي البور حقه وهذه الفتحه اللي ندخل فيها المرضى عاده البور تمام فعندنا طاوله وعندنا بور وهذا مثل هذا الاتجاه انا جاي الان هذا وي سلايد Patient's ان تمشي الطاولة ويدخل المريض مثلا خلنا افترضنا هنا الايسو سنتر ويبوت البرين هنا مثلا والانكل هنا ونصور بس في عندنا جورني من هنا إلين نوصل الايسو سنتر احنا جالسين نمر ب ب فيلدز مختلف لاحظوا هنا مثلا 0.3 تسلا بير هنا 0.5 1 3 تزداد صح وصل مرحلة معينة توصل 5 7 رغم ان هذه ايش قلت لكم انا في بداية الحديث؟ This is from a 3 tesla magnet وهنا الخطر بعض الاحيان توصل مجال مغناطيسي عالي اعلى من الماجنتيك فيلد الاصلي تمام وهنا مثلا هذه لما يحط لك stroke هذه العلامة الاكس هذه اعلى نق... اعلى نقطة مغناطيس يوصل لها الجهاز عادة تكون عند الفوهة مال ال... المغناطيس الجهاز المغناطيسي رنين فهنا الخطر انت تقول 3 تسلا ماجنت شور بس ممكن لانك تمشي تتحرك تقوم تعرض الجهاز ديفايس الى قوه مغناطيس عاليه عاده لاحظوا الوحده يا شباب تسلا برميتر يعني قوه مغناطيس مع الحركه احنا الخطر اللي نتكلم عنه مو فقط الاتراكشن فورس هي الترانزيشنال فورس بمعنى ان انا عندي جهاز وجالسة حركة داخل مجال مغناطيسي في الجهاز يحاول يلف نفسه يعمل توركينج يعمل تورك يلف نفسه فهذا هو الخطر هذا ال... هذه الاشكال اللي عندنا تمام حنطرق بعد شويه نشوف انهم يشترطوا لك 3 م... ماجنت ثري... ثري تسلا ماجنت شور بس كمان, كمان يشترطوا لك السبيشال وعلشان ما يصير خلط ترى انا ما اتكلم عن الجراديينتس اللي نستخدمهم اللي هم الاكس والواي والزد اللي هم هم استخدمهم في الـ في السلايس سيلكت او السبيشال لوكاليزيشن لا انا ما اتكلم عن التايم فيرينج جريدينتس لا لا ما اتكلم عن هاردوير انا اتكلم عن ايفكت سبيشال جريدينت ايفكت الايفكت من فين جه؟ بسبب حركتي انا تمام حتلقى ناس بالمناسبه حتلقى ناس يقول لك دلتا بي بير اكس بالديستنس او بالدي ديستنس او بالتي ديستنس ما عليه من الرموز الفكره ان شاء الله واضحه ان عندك امبلانت وجالس حركة في حركة تمام في نقطة مهمة قلت أذكرها في البداية اللي هي اليونتس لو رجعت الآن إلى الماب هذه حتلقى اليونتس هنا ريبورتد تسلا بير متر تسلا بير تمام which is fine ممكن سوري ممكن ماب ثانية من شركة ثانية تعطيك جاوس بير سنتيمتر اليونتس يا شباب هذا شيء شيء ثاني المانيفاكتشر مال الامبلانت حقك الديفايس الهارت فالف او الستنت او وات ايفر ات از ايش اليونت اللي اعطونا اياها فلذلك this is very important ان نعرف كيف نحول اليونتس اليونتس بطريقه صحيحه لان لو لو اخطانا في تحويل اليونتس حتطلع لنا قيمه خطا وبعدين we will have a misjudgment قرار خاطئ تمام كمثال لو عندنا الجهاز الامبلانتد ديفايس يقول لك لا تعرضه الى سبيشال uh, جريدن اكثر من 3000 جاوس بير سنتيمتر 3000 جاوس بير سنتيمتر ثلاثه صح؟ لو رجعت على الماب ما اشوف شيء اسمه 3000 هنا هنا كل الريبورتس بال تسلا بير متر فلذلك نحوله الى تسلا بير متر عند الرقم 30 تمام؟ بعدين اجي هنا وابحث عن رقم 30 اشوف اين يقع 30 حندخل في مثال عملي ليتر بس هذه الفكره من التحويل لنا هذه اليونتس مره مهمه تمام طيب عندي ماب وعندي جهاز اللي هو implanted device وقال لي conditional وعندي جهاز وأعرف إنه هو 3 Tesla magnet والحمد لله عرفت كيف أطلع special map رحت المانيوال أو أنا ذكي جدا أخذت صورة من المانيوال الردي هذه وحطيتها على الديجيتال مثلا على الدرايف أو شيء فإتس إت بيكيم هاندي يعني السبيشال ماب أقدر أطلعها في أي وقت وأقدر أعملها شيربل مع زملائي تمام إيش النكست؟ النكست إن نفهم وهذه اتطرقت لها نقطة سريعة نفهم إيش الخطر يعني إيش معنى تعرض إمبلانت ديفايس إلى ماغنيت من جهة ممكن يخرب شغل الجهاز زي موضوع الـ unsafe pacemakers بيس ميكر تجي تحطه داخل الماجنت 3 تسلا او 1.5 تسلا يخرب خلاص تقول مال فانكشن فلذلك هذا شيء سيء شيء ثاني اللي اتطرقنا لها من شوي اللي هي الترانزيشنال فورس تمام انك تحرك جهاز معدني مو لازم فيرو ماجنتيك الجهاز فقط الحركه لحالها كافيه كافيه تحرك جهاز معدني جالس سلايدنج يور بيشنت ان 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 موفينج ان وهذه الحركة لحالها يقوم يصير تصارع بين الجهاز نفسه وقوة المغناطيس فيبدأ الجهاز يحاول يلف نفسه وهذا الشيء السيء هذه الترانسليشن فورس از باد طيب what's the equation هنا؟ equation the larger the spatial gradient the larger the attractive force لو رجعنا لصاحبنا صاحبنا هذه الخريطة الممتازة يعني هنا 0.3 وهنا 1 وهنا 3 فكلما اقتربنا من فوهة تل ماجنت كل ما زادت الفورس وهنا بعدين كل ما اتجهنا للايزو سنتر كل ما قلت الفورس بمعنى اغلب اخطارنا هنا يا شباب اغلب اخطارنا حتكون جنب الفوهه تمام وهذه مهمه بعدين حقول لكم ليش لان تفرق معك لما تدخل المريض فيت فيرست او هيد فيرست تمام فالمنطقه في الخطيره هنا لان عاده اذا عديت من هنا عديت الخطر اذا انت هنا ممكن يو ديد نوت اكسبوز يور ديفايس تو ا هاي هاير ماجنتيك فيلد فور جود تمام نرجع إلى هذه الترانسفير فورس هذه موجودة 24/7 ولكن it's really سبيشلي important مع الإمبلانتس هذه الفكرة كلها that's why I'm talking about الموضوع هذا كل اليوم عندي إمبلانت والإمبلانت كونديشنال I need to know what shall I do how do I do it correctly هذه السالفة كلها تمام حندخل في مثال عملي وإن شاء الله نختم يعني اليوم سريع سريع إن شاء الله آه هذه المثال حقيقي يوم الجمعة اللي فات والفكره ليش انا فكرت اشارككم بهذه المعلومات ولعلكم يعرفوا اوريدي بس من باب التذكير فقط كانت معي زميلتي عندها خبره على الاقل اربع سنوات اربع سنوات في مستشفى كبير وتعملوا. كله وتعمل كول وتعمل كل شيء ما شاء الله ان بيشنس كل حاجه ولكن جاها مريض وشي قد كان في ستك عندها المعلومات بس ما استطاعت ترجمه معلوماتها على ارض الواقع وبعدين تطلع بديسجن وهذا اللي نحاول نتعلمه اليوم ممكن عندك الماب في يدك ممكن تعرف معلومات عن الجهاز ممكن تعرف كل شيء بس ما تعرف تربط هذه النقاط مع بعض فلذلك انا هذه المحاضره ام تراينج تو فيل ذس جاب ان لو عندي جميع المعطيات كيف استخدم استخدام جيد او او على اساس أقر طيب المريض 70 سنه ميل عنده هارد فالف الفالف امبلانتد 8 months ago هذه مهمه حنرجع لها اكزاميشن حنعمل له ليفت شولدر ام ار اي والجهاز الثري تسلا ماجنت تمام؟ وفيدا ليش ذكرت فيدا؟ لان حنسحب بعدين السبيشل ماب الخاصه بالفيدا في, في هذا الجهاز يعني ما راح نسحب واحد مثلا 1.5 او اسحب حق سكايرا او او توشيبا اوكي؟ okay? السؤال المنطق البسيط. is it safe to scan this person؟ صح ولا لا؟ هذا اول سؤال فايش يتبادر للذهن كبراكتشنر؟ هير يو جو. دو اي trust ماي بيشنت. يس اور نو ليش سالنا هذا السؤال؟ لان انت حتجمع معلومات من خلال المريض المريض قاعد يعطيك معلومات صحيحه او لا او انه مثلا كبير في السن وتخاف ان ذاكرته مو اوكي مثلا او ان الرجال في حاجز لغه انه يتكلم لغه غريبه من غير لغتك فممكن ما جالس يفهم عليك بطريقه صح او ان الرجال يستخدم ميديكيشن معين واصلا والميديكيشن هذا مسوله

هل المريض ادخل في الرنين المغناطيسي؟ واذا ادخل سؤال ثاني was it 1.5 or 3T؟ وهل لو عمل رنين مغناطيسي اصلا هل عملها قبل الامبلانت اللي هي ثمانية شهور او لا؟ وهل في نوتس سيرجيكال نوتس هل في مثلا عمل راديولوجي نوتس هل في احد كتب او شاف المريض صوره وقال او سيف نو problem هذه كلها معلومات نحتاج نسالها للاسف في حاله صاحبنا هذه ما كان عندنا معلومات تمام هي هاد نو ام before وما في نوتس فور ذا سيستم تمام السؤال اللي بعده هل عندنا تشيس اكس راي لان احنا نتكلم عن الفالف في منطقه الصدر او عندنا سي سكان في نعم انا اليوم بس لان للاسف ما ما عندي انترنت جيد فما أقدر ادخل على الباكس وانا في البيت بس في سي سكان وموجود وراديو بيك موجود تمام وهذا الراديو اوبيسيتي ما تخوف اللي يخوفنا هاف وي الكونديشنز اور نوت تمام السؤال الرابع uh... do have implant information. هذا crucial هنا تمام؟ من محاسن الحظ نعم والمريض تمام كلم زوجته طلعت الكارت، ما جاب معه طلعت الكارت وقالت المعلومات رحنا على الانترنت دخلنا المعلومات طلع لنا بالمودل نمبر ايش الكونديشنز حنشوفها بعد شويه تمام جينا فتعرفنا الامبلانت هذا الامبلانت انفورميشن تمام هذه الشركه المصنعه وهذا المودل نمبر نجي نشوف ايش اللوجو هنا يقول هذا يقول لك it is MR conditional implant فهنا ايش ناخذ نفس ونوقف ونشوف ايش ال conditions اول حاجه اول معلومه شوف هنا خط الاصفر this patient can be scanned immediately after placement of this implant under the following conditions اول حاجه هنا الكي وورد immediately معناتها ما يحتاج ننتظر بمعنى الحين صار له ثمان شهور من ركب الفال فاي دونت نيد wait صار صح ولا لا؟ في بعض الامبلانس لازم يو نيد تو ويت فور مثلا فيو اكس نمبر اوف ويكس او شيء فاول عقبه عديناها انه اي كانت سكان هيم توداي نو بروبلم لان هي هاد ات 8 مانس اجو هذا واحد تمام uh, اثنين 3 تسلا ماجنت اور ليس انا تو انا قلت لكم ان عندي فيدا اللي هو 3 تسلا ماجنت فوي ار جود فالشرط هذا الشرط الاول عديناه ما احتاج انتظر الشرط الثاني 3 تسلا ماجنت انا مش حق... ما راح اصور على 7 تسلا ماجنت فوي ار جود هذا صاحبنا بس حج... حنط الان حرجع بعدين if you are scanning this person you cannot scan him you cannot scan him for 15 minutes continuously وتعرضه الى سار اكثر من 2 watts per kilogram طبعا هذه اغلب الناس في ميلر الحمد لله تقدر تشوف ان السار موجود عندك المونيتور السار مونيتور اذا ارتفع اكثر من 2 تقدر توقف وطبعا يتكلموا عن 15 minutes continuously. This is less likely to happen. I have never seen in my life الا اذا بتصور شخص لمده ساعتين او شيء متواصل تمام؟ فالنقطه الاساسيه والمركزيه هي the spatial gradient field of less than 3000 gauss per centimeter. هذا موضوع حديثنا اليوم. هذه عاده الناس يشوفوها يا اما يطنشوها they just ignore it او ما يعرفها. أو لو عرفها ما يحسن التعامل معها فلذلك أردت أن أضيء على هذا الشيء تمام فإحنا عندنا conditional implant وعليه شروط كل الشروط easy ما عدا هذا نحتاج نتحقق منه وهذا اللي اليوم نحاول نتعلمه إن شاء الله تمام فwe are not allowed هذا الشرط إيش يقول we are not allowed to expose this implanted device to more than 3000 Gauss per centimeters تمام خلينا نشوف كيف نعمل هذا الشيء تمام uh, how do we make the decision هذا هو السؤال المحك فيما يخص the special gradients تمام الآن لو حنجيب مثال مع الرسومات مثال بسيط لو عندي implant يقول غير مسموح لي إنها عرضة ل SG special gradients لأكثر من 7 تسلا per meter تمام حنجيب هذه الرسمه ونشوف هذه رسمة سريعة هذه أجين مقطع طولي زي ما قطعنا الحبحب أو الجح أو البطيخ أو الووتر قاعدين نظرة جانبية للسكانر هذا الماجنت اللي هو الأزرق وكذا تمام وهذه الطاولة هذا ترانسفير سكوت هذا المريض نايم هنا أنا الشرط حق إنه ما أعرض المريض إلى أكثر من 7 تسلا برميتر. هذه منطقة 7 تسلب هذا الخط الأسود المتقطع ولو عملت له هايلايت شوي رسمتها بيدي معليش هذه المنطقة اللي المفروض ما نعرض لها المريض ايش معناتها؟ عندي مريض هو المريض هي از نوت تو بيج تو تاتش هذه اري اتول فأنا جبته من هنا مشيته زي الحلاوة نو no بروبلم ولا جزء من أجزائه حتى إن في حتى لو كان عنده اني امبلانت راح يتعرض لمنطقه 7 تسلا هذه فكل المريض ما دام هو متواجد في هذا البوكس الاخضر we are safe to scan this man no problem ليش؟ لان هذا الشرط 7 تسلا وهذه منطقه ال 7 تسلا تمام؟ إن نرجع للمكونات عندنا ثلاث مكونات رئيسيه واحد ان عندي شرط اثنين عندي سبيشال ماب ثلاثه عندي مريض بوزيشن وحجم صح؟ والامبلانت لوكيشن كل الامور طيبه هنا ما عندنا مشاكل فهذا از سيف تو هذا مثال this از ذا واي وي شود دو ات تمام نرجع لصاحبنا هذا از سيف تو سكان اور نوت سالنا جميع الاسئله الحمد لله تمام عندنا معلومات الان الحين نحتاج ايش نسوي؟ نسحب ونراجع الشروط نسحب السبيشال ماب هير از ذا ريال سيناريو الان اذكركم بالسؤال المريض غير مسموح لنا نعرضه إلى أكثر من 3000 جاوس بر سنتيمتر هذه سبيشال جريدينت ولو حولنا اليونت هذه 30 تسلا بر متر أوكي هذا جهازنا الفعلي تمام الآن أنا في في محك I need to decide عندي مريض عرفت الجهاز الموجود عنده وعرفت الشروط هذا السبيشال ماب هاو دو اي دو ات اول نقطه ادور على 3 30 تسلا برميتر أجي أحط عيني هنا هذه الطاولة هذا مقطع آه، إيش نسميه؟ طولي أو جالس أطلع في الجنب الماجنت هذه الطاولة وهذا الماجنت هذا البور حقي هنا البور أدخل المريض هل في شيء هنا هل هل المريض راح يمر في أي منطقة 30 أو أكثر أجي هنا 0.3 الوحدة هي ها تسلا برميتر 0.3 أقصى شيء وأعطوه أقصى شيء سبعة هنا هم يقول لك لا تعرض له أكثر من 30 هنا أقصى شيء سبعة معناته it's an easy decision هنا it is safe to scan this person ليش أقصى شيء راح يتعرض له سبعة هو مسموح له 30 فلو عرضت له 15 20 I don't care I'm really good فهنا this is an easy decision طيب زميلتي اللي كانت تشتغل ما كان عندها قدرة الربط على هذه المعلومات أنا جيت قلت لها إيش هو 30 أوكي okay. pull ذا ماب طلعت الماب بس طلعت كذا. سيف هو ليش أوكي okay. ليش جود question هل تشوفي 30 هنا لا so there is no danger we scan in person الأمور طيبة see... وإيش كتب لنا في ريدي أوريج نوت كتب لنا المريض جاء بي... بي... ب valve من هذا الموديل والconditions كذا وي هاف واحنا الماب حقنا تقول انه وي ويل نيفر reach اكثر من سبعه ويعول سيف وكبرد وانتهى الموضوع بسلام فهي هذه اللعبه كلها يا شباب يعني هذا انا اقدر اوقف هنا واقول لكم على السلامة I've done ماي job بس الحين اعطيكم سيناريوز اخرى فيها تشالنجز تمام فذات واز سيف انا هنا كبرت شويه نفس الماب هذه بس انا كنت ادور عن 30 او اكثر لا يوجد 30 عاده المانيفاكتشرز they ار جود يعطوك الماكسيموم تمام الماكسيموم سبعة أنا مسموح لي ثلاثين فنو برينر كل الأمور تمام نجي إلى أعتقد هذه حالة ثانية ممكن هذا سيف الحين حنا ندخل في أكثر من حالة هنا عندي مريض مو مسموح لي أطلع أكثر من ثلاثة مو ثلاثين ثلاثة طبعا هنا بس عشان ما أخربطكم كثير خليت الوحدات كلها تسلا برميتر عشان تماتش الماب تمام الماب هنا ثلاثة وين ثلاثة حطوا عينكم يا شباب ثلاثة 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 أوه there is a three there is a three here But I need to stop is it safe is it unsafe not yet حنحتاج أشياء أخرى تمام أحط عيني إن هذه ثلاثة فالمريض ممكن يتعرض إلى هذه أو الإمبلانت آسف الإمبلانت ممكن يتعرض لهذه النقطة حنشوف لو هذا مريضي وهذا الهيد هذا التورسو الثايز والليجز وهذا مكان امبلانت خلينا نقول عنده فالف او شيء في الصدر كمثال بس من باب التبسيط تمام سؤال سؤالي بسيط I know the condition I know هذا مريضي اعرف حجمه واعرف حيمر فين if he is if this implant is going to pass through this area it will be unsafe to scan this person تمام لاحظوا شباب ما نتكلم عن scanning or imaging yet ما نتكلم عن ترارارا صوت لا 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 just passing through this area is the troublemaker تمام فخلينا نشوف بسم الله I'm sliding my patient in sliding oh oh that will be an issue that will be an issue ليش تخيلوا أنا حعمل تصوير للرأس أو الرقبة أو ال pelvis او شيء معناتها i will need to pass هذا الامبلات needs to pass by this area اللي هي 3 هي ال upper limit i'm not allowed to expose him to 3 انا مريت هنا وما زلت ما دخل. ما دخلت مريت كاملا بمجرد المرور لان تعرفوا ايش السيناريو الثاني اخذ المريض حطه في iso center معناتها i passed by this line and this is not good so my final decision here is unsafe في هذا السيناريو تمام اتمنى الامور واضحه روح لسيناريو اخر عندي نفس المريض اسف نفس الجهاز تمام ونفس الليمت نفس الليمت بمعنى انا غير مسموح لي اعرض هذا المريض لاكثر من 3 تسلا برميتر في هذا السبيشال جريدينت وايز وهذا اللاين حقي 3 نفس الليمت نفس الجهاز نفس كل شيء However ايفر المرة هذه difference إن المريض هيروح feet first. Excellent. أنا حصور مثلا الأنكل تمام؟ والأنكل وصل أي سيستر أو حيوصل أي سيستر. هنا الخط مال 3 هنا الليمت حقي هذا 3 هذا الخط مال 3 بينما الإمبلانت برا فهنا الموضوع إيش يصير؟ سيف نو بروبلم. طبعا هنا المانيفاكتشرز أذكياء عاطينا القياسات بالميترز تقدر هذه هذه الإكس أكسس والواي اكسس كلهم بالمتر فتقدر تقيس انت يو كان ميجر يور بيشنت تقول اوكي من الانكل الى عين البور مال ماجنت حياخذ كذا تمام واذا ابتعدت مثلا 1.2 متر من الفوهه ذا بي 3 تقدر تقيسها بالمسطره تمام فشوفوا ايش اللي تغير هنا initially السيناريو الاول I was scanning head or neck or chest أو حتى بلفس، so I needed to pass by الليمت الـ limit حقي. بينما هنا في سيناريو 2، I will not pass the same patient the same limit implant، the same scanner, but the only difference is feet first or head first. فهذه مهمة الأشياء. السيناريو اللي بعده نفس الجهاز باب التبسيط، عندي limit مختلف الآن. I dropped it to one. When, 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 when shibab, one وين وين one شباب؟ هذا one. ها كنا هنا في 3 الان طلعنا 1 مو مسموح له امرر المريض في هذه النقطه بكل بساطه مو مسموح له امرر طيب عندي مريض خليه يروح بانج حتى لو رحنا فيت فيرست اتس نوت جود لان ها ويل باس ثرو هذه النقطه حتى لو فيت فيرست فهنا هنا الفرق تمام فديس از وود بي ويل بي وات ذس ان سيف ذس از ان unfortunately لأن الإمبلانت حيمر بهذه المنطقة. تمام؟ سيناريو الرابع آه غير مسموح لنا نعدي خمسة تسلا، وين الخمسة شباب؟ الخمسة هنا على الماب. أول حاجة Let's locate our friend. هذا خمسة. هذه منطقة الخمسة، شوف هذا الكيرف بالطريقة هذه. تمام؟ عندي مريض غير مسموح له يمر بهذه النقطة. هذا المريض نفسه feed first. Slide him in, no problem. شوف هالمره. اوكي okay, الماوس. ما عندي خط vertical زي هنا، لا عندي منطقة كذا، curve. منحنى. المريض نحيف. الـ هي... patient was thin. So he will never touch this area. So it is safe to go feet first, head first, doesn't matter. He is far away from the area of danger. تمام؟ فدهس I would say this is safe no problem. السيناريو right? so, اعتقد الأخير إن شاء الله الأخير نفس اللمت here is أنا معلش بس سويت هذا بسرعة الكرتون تمام bigger patient والإمبانت غيرتها خليتها شوي superficial مثلا عند العين تمام يقد مثلا artificial eye والأي هذه عليها conditions. أو عند أي شيء في الوجه تمام؟ ف watch it. هذه Area 5. If we drive slide this patient through, he will touch this area. But that is not good. He was passing through this area. But this will be unsafe. تمام؟ أتمنى وضحت الصورة. هذه طريقة استخدام هذا النوع أو طريقة التعامل مع الconditional implants. فيما يخص هذا الجزئية بالتحديد اللي هي special gradients. ال maximum spatial gradients تمام let's summarize في safety issues كثيره في الامارات كل يوم نشوفها من الاتراكشن فورس من الار uh, اف ال من ال gradient من الكلاستر ما شاء الله خير كثير بس لما نيجي نصور uh, uh, devices or implants المسؤوليه حقنا ترتفع شويه ترتفع ليفل نقول اوكي okay, this is an implant is it safe unsafe or conditional اذا safe مرتاحين نعرف القرار جاهز اذا ان سيف مرتاحين ان القرار جاهز كمان بس اف اتس is كونديشنال نحتاج نقرا الكونديشنز ومن الكونديشنز اللي قلت لكم فيها السبيشال جريدينتس ماكسيما سبيشال جريدينتس اللي هي لازم تستخدم هذه الماب آه بس اذكركم ما هي السبيشال جريدينتس ما اتكلم عن الهاردوير اللي جوات الجهاز الاكس والواي والزد لا اتكلم عن تغير قوه المغناطيس في اثناء تحرك دا، تحرك المريض للداخل هذه هذه الفورس اللي راح يتعرض لها الامبلانت ديفايس اوكي لازم ايش نسوي طبعا هذه عاده نواجهها في الكونديشنال امبلانتس لازم ايش نسوي نسحب الماب سبيشال جريدنت ماب وهذول المابس طبعا مختلفه باختلاف كل جهاز مختلف اختلاف المانيفاكتشرز وحط طرق لش... بعد هذا اللي صار حط طرق لشيء ثاني بسيط فيما يخص المابس تمام important تو نوتس ما تقدر تاخذ اي ماب الماب ات هاز تو بي ريليتد تو يور ديفايس هذا الديفايس اللي حتستخدمه تمام نحتاج نكون اذكياء ومتمارسين في تحويل اليونتس دونت جيت رونج تمام ات لوكس سمبل بس لما انت تكون هنا هاري يو مايت جيت صح ببساطه عشان تحول من هنا لهنا اقسم على 100 شي صفرين تمام يعني ببساطه بس just do it تقدر تقدر تخزن هذا الشيء على اكسل شييت وتخليها عندك في ال safety folder مثلا تمام؟ ال uh, maximum spatial gradient value is a key factor عندما نصور conditional implants this is really key factor you cannot just skip it. if you read it, if you don't understand it, don't skip it. تمام؟ والامبانت لوكيشن زي ما شفنا مهم سواء في العين في الصدر في الركبه في الانكل حتى البيشنس positioning prone uh, Uh, feet first, head first المريض حقي average person size wise or he is a huge person هذه الأشياء كلها مهمة فالخلاصة هنا when we when we are imaging conditional plans we need to know what are the conditions and how to utilize the tools in our hands to scan them safely تمام الشيء الأخير قبل ما أترككم هذا مثلا مثال على ال, ال, ال conditions اغلبنا فاميلر مع هذا الشيء بس انا تكلمت عن هذا بتفصيل بس اوبس هذا الامبلانتس سوري المابس تيجي باشكال مختلفه يعني هذا اللي وردكم اياه اليوم تمام مثال او واحد شبيه له اللي هو مقطع بالطول فيعط فكانك تنظر نظره جانبيه كرونال فيو خلينا نسميها تمام ولكن بعض المانيفاكتشرز يعطوك مقطع مثلا علوي كانك انت جالس فوق السقف وتطلع في ده في الما في الماجنت حقك تمام وفي مثلا مثلا فيليبس يقدمها بهذه الطريقه انها سيلندرز او او سيركلز تمام فالبوينت از if you have a scanner or multiple scanners in your center make yourself familiar on how to use them. اسال application specialists, sell engineers into اجلسوا كفريق discuss it make sure you guys familiar don't risk it مع المرضى. وهذه هي references ويعطيكم العافية واتمنى أني ما طولت عليكم شكرا لكم